سوقه، بعضهم ما زال في السوق، وأغلبهم يطلع الشهادة ويقول والله العقار ما في شغل. أنا أبغى رأيك يا أبو عبد الملك، لماذا المسوقين ما يطولون في العقار؟ والله أمس الصباح أو قبل أمس الصبح بعد صلاة الفجر نسلم. ما دريت إلا هاك الرقم يدق علي، ما أعرفه، ما هي بلا عاد مدرسة الولد ولا وش ذي. مرة مرتين ثلاثة قمت ورديت عليه السلام عليكم السلام، إلا واحد يدعي الله يوفقك الله يرزقك الله مدري إيش، جزاك الله خير ورحم الله والديك خير إن شاء الله. والله الصباحية المبروكة، استفتح الصبح واحد يدعي لك خير إن شاء الله، وش عندك؟ قال يا أخي أنا لي 3 سنين والله ما دخل علي ريال من واحد. 3 سنين ما دخل علي ريال واحد، وسمعتك تقول للناس العقار مبروك واشتغلوا فيه وخلكم حواليه ولا تتركونه، وبشرك بعت لي بيعة ودخل المبلغ في حساب، والبيعة ذي تخليه يشتري مو فلة، تخليه يشتري قصر، لا ما شاء الله تبارك، وتخليه يشتري استراحة، وتخليه يشتري ظني عمارة وسيارة ظني سنة معرس يعرس. بيعة واحدة غيرت حياته وكيانه، صفقة ضخمة مليارية ما شاء الله. تمت وقال بشرك المبلغ تم تحويله في حسابي، وأنا من البارح وأنا بيك وهذاني قلت الحمد لله. هذا الواجب يدعيك ثلاث ايام بالصبر. اسمع وهو بالصبر 3 سنين. اي والله من صبر ما دخل عليه ريال واحد، يقول ايست وسمعت الناس يقولون وما ادري ايش، يقول تركت. انا يقول في قصه حاصلت علي انا بس قلتها في حساباتي، واللي يتابعني من المتابعين الاجلاء قد سمح مني. قبل تقريبا يمكن 22 سنه كان عندي مكتب في حي الربوه في جده، واستأجرته من عند واحد غامدي الله يجعله في جنات النعيم. نعم. وكان أجاره 13,000. الله. وفتحت المكتب وأنا علمت، أذكر أني كملت فيه سنة وشهرين ما أدخل عليه ولا ريال. لا إله. كنت كل يوم أنت تسوق كل يوم، بس مشغل أم عبد الله، عبيت لك القهوة والشاهي، وإذا بيجيني حد من ملاك العماير أعطينا لطف، أما عريكة ولا عيش ولا خبز ولا هذا هو يتليمون عندي. وقعدت ليش أنا أذكر سنة وشهرين؟ لاني اذكر الغامدي الله يجعله في جنه النعيم يقول انت بتطوف على ايجار شهر، وما اخر شيء يقول انت بتطوف شهرين هات الايجار، وانا ما عندي ولا حاجه. يقولون ميدي بعض الناس انت ايش تبغى؟ قلت يا ولد هذا باب رزق انا فاتح سبب لعل الله يرزقني وادعي. يا سلام. بعد السنه والشهرين انا ورطان الحين في الايجار 13 ولا مدري 15,000. بعد سنه وشهرين واللي يجيني ذاك الرجل الفاضل من هالجده. وبعدين احنا لا جانا شفناه لا جانا بسياره الحضري على طول نفرح له ما شاء الله عليهم. والحضري انا اتكلم قصدي نسبه الحاضره اللي في جده، ما هو يعني عنده حضاره. لا بعض الناس يقول هذه عنصريه، ما هي عنصريه يا اخوان، هم هالمال. وساعه جاء وانا رحب بارح بو الله حيه وانا قلت الرجال سلام عليكم، جلس معي قال اقول لك انا مريت عليك صدفه والله انا رايح المكتب فلان بس وقفت شفتك انت كذا ترحب كذا وصوتك، ترى عندي عماره في النزهه كذا والله يا اخوان ما في يوم واحد بعد سنه وشهرين يقعد من عندي ويروح بعد المغرب، وشوي اللي جاني واحد ثاني غامض سلام عليكم انا ابغى عماره. قلت العماره عندي والعماره هذه اتممها، واذكر اني اخذت فيها اول دلاله ما ادري 70 ولا 60,000. المهم بعد صبر سنه وشهرين خذيت اجار المكتب 5 سنين قدام. طبعا جلست بعد الدلاله دي قعدت سنين وانا اتحرى الدلاله، لكن تأييدا لكلامك الصبر. العقار يقولون من اول مهنه العجائب، ما في مهنه ممكن ترفعك من الدخل المحدود الى تصير من اثر الاثرياء الا العقار في دلاله ولا في ارض. يا رجل العقار يعرفك على هل المال. اي صح. العقار يخليك يعني قريب من ما في احد صار حول العقار الا على الاقل يطلع بيت منه ولا شيء، هذا عنده مدري ايش يطلع تتيسر. هنا في فائده وهذا من باب بعض المجالس ترى سبحان الله يكون فيها خير. اذكر واحد ذكرها لي في جده، قال رجال جاي ما له علاقة بالعقار ولا شيء، وعنده تاجر وعنده خير، وكان يطلب الأرض ويبيها، وهم جالسين والرجل جالس معهم، قال يا أبو فلان الأرض جت وبشرك أنها تمت. قالوا تمت. طيب الوسطة 3 ما أدري 4 قال. قالوا يصرف الوسطة وهذا خوينا جالس لا له مع البائع ولا له مع الشراء. هم القوم لا أشقى بهم. قال هم القوم لا أشقى جليس معطود لا مثل هذا. فأنا هنا رسالة، وبعض الشباب يسمعني اليوم الآن، وبعض الشباب ترى طموح يحتاج لتوجيه، يحتاج له هذا باب رزق
يا أخي أجلس سنة وأعجبتني يوم ذكرت سنة وسنة وشهرين وبعضهم أكثر، لكن أنا أعرف من الشباب في خلال 6 شهور الماضية والله تجاوز المبلغ. هو مسوق عقاري معتمد وعنده دورات وشاب شغوف، بس ما بيذكر اسمه حتى يحافظ على رزقه، أكثر من 500,000 ريال دخل له من التسويق. السبب أنه متواصل، علاقته جيدة مع المطورين، علاقته جيدة مع المستفيد النهائي، صادق، وهذا شعار شعار المسلمين، يكونوا مع الصادقين، يكون صادق. يا أخي هذه شقة سعرها كذا، أجيبها لك تم، تمم الله الحمد لله، ما تمم الله أشوف ثانية. لكن أحرص أصدق مع الله أولا، ثانيا علاقاتي، جوال، كرت، أنتشر في الأرض، والله بإذن الله ستجد الخير. أبو ناصر، طيب أنتم يا المطورين والعقاريين اسمحوا لي على الكلام، أنا واحد منكم ترى، بس أني على يعني ولا واحد منكم، دوري في البرنامج الآن أني ضدكم ما هي معكم. أسلم. هل أنتم فعلا تدعمون الشاب والفتاة السعودية المسوقة والمسوقة؟ والله ولا ما زال هناك بعض العقاريين مخالف أصلا حتى نظام الدولة، ويعني يشغل بعض العمالة اللي الدولة أصلا مانع تنعملهم في العقار إلا سعودة وسعودية؟ والله شوف يا حبيبنا، هذه أول شيء هذا المسوق هو باب رزق لي أنا وباب رزق له. أنا أفخر والله بكل المسوقين، وأسعد أيامي يوم يجيني محتاج ويجد عندي يوم من الأيام بيع له. والله العظيم إنه من أحب الأعمال في حياتي، لأنك ستجد بركتها في حياتك وحياته. إيه؟ فأبد الباب مفتوح، المكاتب مفتوحة، والله أنه إن شاء الله ندعو إليها. أنا أشكر من هذا المنبر الدكتور أبو رافع، يعني هذا الرجل أطروحه للخير ونفع للخير للقريب والبعيد، والله تجده لا تعرفه. والله ونعم الرجل، ما قصر معك يا مطوري. والله أني يستاهل. ترى النبي عليه الصلاة والسلام، ما نعرف الرجل الصعيد الشخصي، ونعم الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حفظ العهد من الإيمان، والإنسان إذا حفظ العهد وقام بالواجب، تخيل يقف معك ويدلك، وترى ما أعطانا لا مال ولا ريال، لكن وجهك. يوم تجد إنسان يقول لك يا ولد هذا الطريق وهذا مشكلة. الباب النجاح. نعم. مشكلة بعض الناس يزعلهم ذا الكلام، قلت يا جماعة ادخلوا واشتغلوا، قالوا أنتم يا أخي. قال الكلمة جميلة، وممكن كان عندي في المجلس، قال علمت أن رزقي كامل سيأتيني، ليش أحسد الناس ولا أدلهم، بل أدلهم. النية. أي والله نية، أي والله نية، ومن هذا انطلق في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأحيانا الرزق يكون بالحرص والمثابرة والدعاء وصلة الرحم، البحث عن الأسباب الجميلة في الحياة. أكون بارك الله فيك لي خبية بيني وبين الله، قد يفتح الله لي في بيعات لا نهاية لها. المخرج يكلمني الآن يقول حلقة والله نارية ونحتاج حلقة ثانية. أبو عبد الملك معليش الوقت، والله ودي أن الحلقة معي 3 ساعات ساعتين، مجلسكم ما يمل، سامحوني. أبو علي أنا أعتبرك ترى راعي محل، لا لا ما عليك، ضيوفنا اللي من لا لا ما وياك.